السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أورجيكم خلطة سريعة على بهارات الشاورما. اللي حابب يعمل شاورما من البيت تطلع كتير طيبة. راح نحتاج عدة بهارات. أول شي نحط معلقة كبيرة من الكمون والكزبرة اليابسة والثوم البودرة، معلقة كمون كزبرة يابسة، هدول حبوب الكزبرة مطحونين، هاد توم بودرة معلقة كبيرة، هدول كلياتهم معلقة كبيرة، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة يابسة، ومعلقة كبيرة توم بودرة. بعدين راح احط ملعقة صغيرة من الكركم، الزنجبيل والفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الزنجبيل ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من الكركم. بعدها أحط نص ملعقة صغيرة هاي من القرنفل والقرفة والهيل المطحون، هاي نص ملعقة صغيرة من القرنفل مطحون، طبعا ملعقة صغيرة قرفة، عفوا نص ملعقة صغيرة قرفة ونص ملعقة صغيرة هيل مطحون. بعدين رح احط نص ملعقة كبيرة من البابريكا، نص ملعقة كبيرة، يعني الملعقة كبيرة هي 3 معالق صغار، 3 تقسيم 2 فتعطيني ملعقة ونص. رح استخدم ملعقة صغيرة ونص ملعقة صغيرة من البابريكا، البابريكا هي الفلفل الأحمر الحلو، هي معلقة صغيرة وهي نص ملعقة صغيرة. حطيت كل البهارات بالأطرنيز، رح أجيب معلقة أو أي شيء. شكرا، سلام، أخلطه منيح. إذا عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفة، لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك، وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.